جيد، المهم أنتم تسمعون، هذا هو المهم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، وبعد، فأحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يشرفني ويسعدني في هذه الأمسية المباركة أن أكون معكم من أجل أن نتداول ونتناقش في أمر لعل الجميع يعرفه ويفهمه أحسن مني، لكنني سوف أحاول إن شاء الله تعالى أن أضع أرضية من أجل الحوار بعد إلقاء هذه الأرضية على مسامعكم. لكن قبل هذا أتوجه بالشكر الصافي والصادق الخالص إلى الإخوة القائمين على هذا المركز المبارك الذي أصبح مركزاً من خلاله نتعلم مجموعة من العلوم ومجموعة من المعارف، وعلى رأسها هذا الذي يسمى الآن بالوعاء الشامل للعلوم الشرعية، وهو المقاصد أو مقاصد الشريعة الإسلامية. والمتعامل مع النص الشرعي يمر عبر مجموعة من المراحل جمعها الإمام الشاطبي وغيره في مرحلتين: مرحلة لها تعلق بالتعامل مع النص من حيث الفهم ومن حيث استنباط الأحكام والوعي كذلك بأبعاد هذه الأحكام، سواء تعلق الأمر بالأبعاد الجزئية أو الأبعاد الكلية. والمرحلة الثانية، والتي اصطلح على تسميتها في التعبير الآن الشائع والرائج بالتنزيل، بفقه التنزيل أو الاجتهاد التنزيلي. فالمرحلة الأولى تنجز وتؤسس في إطار ما يسميه علماؤنا بالاجتهاد البياني أو بالاجتهاد في الشريعة الإسلامية، الذي يقوم على الفهم كما قلت، وعلى استنطاق واستخراج الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية. أما المرحلة الثانية، وهي المرحلة المهمة والتي لا يصل إليها إلا من وصل إلى درجة معينة من الاجتهاد، وهي مرحلة الاجتهاد داخل المذهب أو الاجتهاد المطلق أو ما شابه هذه الدرجات في الاجتهاد. فالمرحلة الأولى كما قلت كتب فيها الشيء الكثير، ألفت فيها مؤلفات هي ليست بالمئات بل بالآلاف. ولكن المرحلة الثانية، وهي المرحلة الصعبة التي لا يلجها إلا من له تمكن في علوم الشريعة من حيث الفروع ومن حيث الأصول وما إلى ذلك من مستلزمات هذا النوع من الاجتهاد. ومن هنا نلفت النظر إلى أن هناك إجماع عند علماء الشريعة على أن أحكام هذه الشريعة لا يوجد فيها شيء يرهق المكلف أو يمكن أن يتنافى مع منافعهم أو مصالحهم، لأن الشريعة الإسلامية كما يقول الإمام جويني رحمه الله جاءت من أجل أمرين اثنين: جلب المنافع ودفع المفاسد. الشريعة نفع ودفع. ولعل هذا المعنى هو ما أشار إليه القرآن الكريم وهو يتحدث عن مقصد من مقاصد نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. والمصلحة تعتبر من لوازم هذه الرحمة. ولذلك وجدنا فقهاء الأمة وعلماءها منذ وقت مبكر
تنبهوا إلى اعتماد كليات الشريعة وقواعدها العامة مرجعا للاستنباط والاستدلال، فكان القياس والاستحسان والمصالح والعرف مجالات من مجالات عمل المجتهد، تحقيقا لمقاصد الشريعة وأخذا بمعانيها ومفاهيمها العامة. ولولا ذلك لاتصفت الشريعة بالضيق والانحصار والتراجع، مع أنها في جل نصوصها تشير إلى الشمولية والإحاطة والعالمية والاستغراق للأزمنة والأمكنة، وبخاصة أننا إذا لاحظنا ما يواجهنا في هذا العصر من التطور في شتى الوسائل والمجالات، وعلى رأس هذه المجالات المجال المالي أو الاقتصادي الذي يعتبر الركن الركين للحياة ويعتبر العمود الفقري للحياة الإنسانية، مما يستلزم الأخذ بعين الاعتبار لمقاصد الشريعة الإسلامية عند تناول أمور الفتوى وإصدار الأحكام. ومما يؤكد هذه الحقيقة قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم أشياء وسكت عن أشياء رحمة ورأفة بكم فلا تسألوا عنها. وهذا بطبيعة الحال يضمن للشريعة القدرة على مسايرة الحوادث والصلاحية الدائمة، لأن أساس ذلك هو الاجتهاد، وهو مصدر يضمن التجديد ومراعاة الظروف. وهذا الأمر لا يمكن أبداً أن يستغني عنه الفقيه أو الأصولي أو من يشتغل بالعلوم الإسلامية أثناء الكشف عن الإحكام وتنزيلها على الواقع. فإذا كان الأمر على هذا الحال، فنحن أحوج ما نكون إلى إحياء هذا النظر المقصدي أو المقاصدي في الفقه، متلمسين في ذلك ما كان عليه الخلفاء وما كان عليه الصحابة ومن جاء بعدهم من علماء ومجتهدي هذه الأمة. هذا اللون من الفقه الذي تنشده الأمة، والذي وصفه ابن القيم بالفقه الحي الذي يدخل على القلوب بغير استئذان. ومن هنا فإنني أرى أن البحث في مجال الفتوى والنوازل المعاصرة، وبخاصة النوازل المالية في ضوء مقاصد الشريعة، يحتاج إلى أن يضبط نظرا لأمور كثيرة. أول هذه الأمور أن مباحث المقاصد ليست مباحث عادية يمكن أن يتحدث فيها كل من هب ودب، بل هي مرحلة كما سبق وأن قلت آنفة، هي مرحلة يصل إليها من له تمكن بعلوم الشريعة أصولها وفروعها معقولها ومنقولها كما يقول الإمام الشاطبي رحمه الله. والأمر الثاني أو السبب الثاني هو أن نمنع بعض التيارات الفكرية التي لها موقف مسبق ومتشنج من الإسلام، لأن هؤلاء يستعملون ويستغلون أيضا البحث والمباحث المقاصدية. ثم إن هذه الضوابط التي سنتحدث عن بعضها أو أهمها تعد بمثابة الجدار الذي يحمي العملية الاجتهادية من أن تمتد إليها أيدي المتلاعبين. وعليه فمن الضروري بمكان أن نبين الضوابط التي توجه النظر المقاصدي لإعمال النص الشرعي إعمالا صحيحا يخدم أحكام الشريعة. وأول هذه الضوابط أن نعمل ونحن نتعامل مع النص من حيث الفهم أو من حيث الاستنباط، أن نستحضر هذا الوعاء الكلي الذي يسمى بالمقاصد الشرعية. وأنا هنا لا أريد أن أفتح قوسا لأقول بأن المقاصد الشرعية لا يمكن ولا يعقل علميا وأصوليا
أن تكون أدلة جزئية يعتمد عليها في مجال الفهم أو الاستنباط، يستعان بها في الفهم، يستعان بها في مجال الترجيح إذا وقع وحصل تعارض، لكن أن تكون المقاصد دليل مستقل شأنه شأن الإجماع أو القياس أو المصلحة أو العرف أو ما شابه هذه الأدلة، فهذا لا يمكن أن يكون ولا يمكن أن يقع. ولذلك فإنني أنا أتحدث عن التعامل مع الأدلة مع استحضار المقاصد الشرعية كإطار عام لهذه الأدلة، لأن الفهم للنص الشرعي لا يمكن أن يتم ولا يستقيم إلا بمعرفة هذه المقاصد واستحضارها أثناء التعامل معه. ولذلك لابد بمن يريد أن يتعامل ويجتهد ويعطي الأحكام المناسبة للنوازل بصفة عامة والنوازل المالية بصفة خاصة، لابد وأن يطيل النظر والدراسة والتأمل قبل أن يثبت أو ينفي، لأن للشريعة مقصدا أو حكمة في أي حكم من الأحكام، وإلا وقع في الزلل والخطأ ونفى حيث يجب الإثبات أو أثبت حيث يجب النفي. ومن هنا نصح العلماء قديما وحديثا من يريد البحث في مقاصد الشريعة أن يتثبت وينظر، لأن تعيين مقصد شرعي كلي أو جزئي أمر تتفرع عنه أدلة وأحكام كثيرة، ففي الخطأ فيه خطر عظيم. ولذلك فإن هذا الضابط وهو يراعيه المجتهد لابد وأن يستحضر أمامه مجموعة من القواعد. القاعدة الأولى وهو يبحث لابد وأن يربط بين هذا الدليل وبين المقاصد، لأن كل دليل يخالف المقصد الشرعي فهو غير صحيح، لأن الأدلة تخدم ويستعان بها لتحقيق هذه المقاصد. ولذلك لا بد من البحث عن هذا الجامع وعن هذا الوعاء الذي يربط بين الدليل من جهة وبين المقاصد من جهة أخرى. وفي هذا المجال يذكر علماؤنا مجموعة من الأمثلة، لعلنا سنأتي إلى نماذج لكل ضابط من هذه الضوابط. الأمر الثالث أيضا لا بد من التحقق من هذا المقصد الذي منعت المعاملة من أجله أو أجيزت، هل هو مقصد أصلي أم مقصد تبعي أم شيء آخر. ولذلك يشترط علماؤنا رحمه الله في هذا أن يكون واضحا وبينا، وأن تكون العلة التي بني عليها هذا الحكم وصفا كما يقول الأصوليون، وصفا ظاهرا منضبطا. ثم لا بد أيضا من تحديد درجة المقصد في سلم المقاصد، هل هو ضروري أم حاجي أم تحسيني، والضروري هل هو من ضروري الدين أم النفس أم العقل أم المال أم النسب إلى آخره. وثم بعد ذلك ننظر في هذه النصوص التي أسست لنا هذا الحكم، كما أنه يجب ونحن نقوم بهذه العملية أن ننظر أيضا في هذه المقاصد، هل هي ثابتة بالنص أم هي مستنبطة، لأن للمقاصد أصولا كبرى وأصولا عامة بعضها متشابك مع المجال الأصولي. ومن الأمثلة التي يطرحها الفقهاء رحمهم الله لهذا الضابط مسألة التضخم التي أصبحت الآن سائدة ومنتشرة في عصرنا الحاضر. ومسألة التضخم يمكن الآن للأوراق المالية أن تتغير، القيمة المالية الآن يمكن أن تتغير بسبب الحروب، بسبب الظروف الاجتماعية، بسبب الأمور العسكرية أو ما شابه هذه الأيام، فتتغير
القيمة المالية. ولذلك فإن فقهاءنا تحدثوا عن هذا إلا في مسألة الديون، وحتى في مسألة الصداق، مؤخر الصداق عند من يأخذ بالمؤخر الصداق، وحتى في مجال الآن التعامل في البنوك التشاركية أيضا يطرح هذا الأمر. ونحن نعلم أن دولا كثيرة الآن أصيبت بهذا اللون وهو التضخم، فأصبحت عملتها لا تفيد، أصبحت عملتها بسيطة الملايين لا تساوي أي شيء. ولذلك فهذا نموذج يصلح لأن يكون لهذا الضابط الأول المرتبط باستعمال الأدلة مع استحضار المقاصد الشرعية. الضابط الثاني وهو الذي يركز عليه الإمام الشاطبي كثيرا، وهو اعتبار أو إعمال الجزئيات باعتبار الكليات، وهو تعبير الإمام الشاطبي رحمه الله، لأن قاعدة إعمال الأدلة في ضوء مقاصدها تتفرع عنها قاعدة أخرى، وهي ضرورة التوافق أو التوفيق بين هذا الذي يسمى بالكلي وبين هذا الذي يسمى بالجزئي. ومعروف أن موضوع الكلي والجزئي تناوله علماء علوم القرآن واللغويون، وتناوله أيضا الأصوليون والمنطقيون والفقهاء، لكن الكلي في الجانب المقاصدي غالبا ما يقصد به الكليات الشرعية المعروفة الخمس: الدين، النفس، العقل، النسب، المال. والإمام الشاطبي عبر عنه بصيغة الجمع ليفيد الضروريات والحاجيات والتحسينيات، ويقابله الجزئي وهي الأدلة الخاصة المرتبطة بالقرآن والسنة والإجماع والقياس وما إلى ذلك. هذا الضابط لا يمكن أن نستغني عنه، لأنه يوجد تلازم بين استعمال هذا الدليل أو هذا الضابط اللي هو اعتبار الجزئيات بالكليات، يعني مراعاة الكليات للجزئيات، يعني إعمال الجزئيات باعتبار الكليات، لأن الجزئيات هي بمثابة طريق أو قنطرة لمعرفة الكليات. ثم إن هناك مجموعة من الأحكام الشرعية مرتبطة بالنص، ولذلك فإن اعتبار الكليات كما يقول الإمام الشاطبي مرتبطة بالأدلة القطعية، لأنها قائمة ومبنية على الاستقراء، مبنية على الاستقراء. وهذه الكليات الشرعية قد تكون كليات شرعية نصية، وقد تكون كليات استقرائية، وقد تكون كليات مرتبطة بالمقاصد أو بالقواعد المقاصدية العامة، وقد تكون مرتبطة بالقواعد الفقهية الجامعة. فالعلاقة بين الكل والجزء علاقة تلازم وعلاقة تعاضد وعلاقة تكامل في كلا الاتجاهين. ولذلك لا بد للمجتهد وهو يجتهد في قضايا المال وفي النوازل المعاصرة أن يوائم ويوافق بين الكليات وبين الكليات والجزئيات عند أثناء التنزيل وعند الاستنباط الأحكام الشرعية. وإذا ما ثبت هذا الضابط فإن العلماء رحمهم الله تحدثوا عن بعض الأمثلة وعن بعض النماذج التي يمكن أن تكون تابعة لهذا الضابط، كالعرايا وسائل المستثنيات عند الفقهاء. ولعل أهم مثال يمكن أن نستدل به في هذا المجال ما يسمى الآن في التعبير المعاصر بالتورق، الذي له خطوات يتحدث عنها علماء الاقتصاد وعلماء المالية الإسلامية، وهذه الخطوات يمكن ذكرها في النقاط الآتية باختصار وبإيجاز: أن يذهب العميل للبنك ليطلب التمويل، ثم يقوم البنك بعملية الدراسة لملف العميل، ثم يقترح العميل مع البنك السلعة التي ستكون محلا للتمويل، ثم يشتري البنك السلعة لنفسه إما من طرف أو وسيط، ثم يبيع البنك السلعة للعميل آجلا،
ثم يبيع البنك السلعة نيابة عن العميل لطرف بواسط بثمن حال يسلم له العميل. وهذا اللون من التعامل اختلف فيه الفقهاء. على كل حال، هناك من الحقه بالبيوع العينة، وهناك من جعله كالمرابحة، وإن كان هناك فرق بينه وبين المرابحة، وخاصة أن القصد من التورق الحصول على النقد وليس استهلاكه واستثماره. ثم إن صاحب التورق يبيع بخسارة، فالحكم عليه من حيث الدليل الجزئي قد يدل على جوازه، ولكن إذا استحضرنا القواعد الكلية يجعلنا نتحفظ على الجواز، فيمكن أن نتبنى رأي من آراء الفقهاء، والذي يقول بالحرمة لأنه يصادم الكليات. الضابط الثالث من ضوابط الاجتهاد المقاصدي مع النوازل المالية المعاصرة أن يحاول المجتهد والفقيه الجمع بين الاجتهاد الفردي وبين الاجتهاد الجماعي، أو أن يخضع هذا اللون من المعاملات المالية للاجتهاد الجماعي وللرقابة الشرعية، لأن الإنتاج العلمي في تاريخنا الفقهي كان في غالب الأحيان وفي كثير من الأحيان يقوم على الاجتهاد الفردي، لأنه كان يوجد عندنا ما يسمى بالفقيه أو العالم الموسوعي، وهذا كان قديماً. لكن الظروف الآن تغيرت، والواقع أصبح معقداً، وهناك تخصصات وهناك تداخلات بين التخصصات، وأصبح الآن المجتمع الدولي أكثر تعقيداً وتطوراً وتقلباً وسرعةً. ولذلك فإننا نحتاج في هذه الظرفية إلى أن نعدد، إلى أن نستفيد من غيرنا في مجالات أخرى وفي علوم أخرى ومعارف أخرى، وخاصة أن المعاملات المالية الآن تعقدت هي الأخرى. ولذلك لا يمكن الآن للفقيه لوحده أن يلم بقضايا المعاملات المالية وهو يجهل القانون وهو يجهل هذا الواقع الذي تعيشه الأبناك التقليدية أو الأبناك التشاركية. ولذلك الآن أصبحت الحياة معقدة والعلوم متشابكة والتخصصات كثيرة. ثم إن الاعتماد على الرأي بالجماعة في الغالب ما يكون فيه الصواب خلافا للرأي الواحد. ثم إن المعاملات المالية من الأحسن والأفضل أن تكون تحت لواء وتحت غطاء جماعي، لأن الذمم وخاصة في هذا الأصل يمكن أن تشترى بسهولة. ولذلك من الأمثلة التي طرحها الفقهاء في هذا المجال عقود التأمين بصوره المختلفة، عقود المضاربة، عقود البورصة وما إلى ذلك. وفي هذا المجال روي عن مالك بن أنس بسنده عن علي بن أبي طالب قال: قلت يا رسول الله، الأمر ينزل بنا لم ينزل فيه قرآن ولم تمضي فيه منك سنة. قال: اجمعوا له العالمين من المؤمنين، اجعلوه شورى بينكم ولا تقضوا فيه برأي واحد. ولذلك هذه دعوة. ثم إن هناك أدلة حتى من القرآن التي تتحدث عن الاجتهاد بصفة عامة يمكن أن نستعملها وأن نستثمرها في قضية المشروعية لهذا اللون من الاجتهاد. لكن أشير فقط وأنبه، لأن الوقت يزاحمنا، أن هذا الاجتهاد الذي أتحدث عنه له شروطه وله ضوابطه، ولا أتحدث عن الاجتهاد الجماعي هكذا بأي صورة من الصور. أتحدث عنه بصورته المضبوطة الشرعية التي توافق إطار الشريعة الإسلامية. الضابط الرابع من الضوابط التي ينبغي أن تراعى، وهو أن يراعي المجتهد ما يسمى بالقواعد المالية. يعني هناك العشرات أو المئات من القواعد التي هي الفيصل وهي الحاكم لجل المعاملات المالية. ولعل أشهر هذه القواعد قاعدة الغنم بالغنم. هذه القاعدة تمثل الركن الركين لجل المعاملات المالية،
التي تقوم على المشاركات وعلى المعاوضات وما إلى ذلك، حيث يكون لكل طرف من هذه الأطراف حقوق تقابل أو تعادل ما عليه من الالتزامات، سواء تعلق الأمر بالالتزام المالي أو بالالتزام العمل أو بالالتزام الضمان أو ما شابه ذلك. وهذه هي الأسباب التي تعطي الحق لصاحبها في الحق في الربح أو الخسارة. الغنم بالغرم، وهو الذي اتفق عليه العلماء، ولذلك فإن هذه القاعدة لا يمكن أن نستغني عنها في مجال الاجتهاد المعاصر ولا في غير المعاصر. لها أهمية كبيرة في المعاملات المصرفية الإسلامية. هناك قاعدة أيضا أخرى، بل دعونا نعطي مثالا على هذه القاعدة أيضا، هو أن نفقة العارية تعود على المستعير بخلاف الوديعة، فإن نفقتها ونفقة ردها على صاحبها، لأن الأول كان قابضا لمصلحته فيكون الغرم عليه مقابل الغن الذي حصله بالاستفادة من منفعته للعين، وأما الثاني فإنه يقبض لمصلحة غيره، فلا لا شيء أو لا غرم عليه لانعدام الغرم. ثم إن الفقهاء يذكرون أمثلة ونماذج كثيرة يمكن أن نتطرق إليها، كنفقة الزوجة ونفقة الأبناء ونفقة النفقة على الآباء إلى آخره. والقاعدة الثانية أيضا، وهي في الحقيقة مرتبطة بالأولى ومكملة لها وتوجد علاقة بينهما، وهي قاعدة الخراج بالضمان. وخلاصة هذه القاعدة كما يذكر الزركشي في قواعده: ما خرج من الشيء من عين ومنفعة وغلة فهو للمشتري عوض ما كان عليه من ضمان الملك، فإنه لو تلف المبيع كان من ضمانه، فالغلة له ليكون الغنم في مقابل الغرم. ثم هناك أمثلة أيضا يذكرها الفقهاء في مسألة الرهن وما إلى ذلك، والخراج المرتبط أيضا بالهبة واللقطة وما إلى ذلك. هذه نماذج لهاتين القاعدتين من القواعد الكثيرة التي يذكرها العلماء في هذا المجال، والتي لا بد من استحضارها والتركيز عليها أثناء عملية الاجتهاد في النوازل المالية المعاصرة. الضابط الخامس من ضابط التعامل مع المستجدات والنوازل المالية المعاصرة في إطار المقاصد، أن نربط هذه المعاملات المالية بالجانب السلوكي وبالجانب الأخلاقي وبالجانب الذي يسمونه بالمثل الإنسانية، لأن المسلمين يتميزون عن غيرهم بهذا الجانب. والحقيقة أنه لا يوجد عندنا الآن أي شيء يمكن أن نتباهى أو أن نفتخر به أمام العالم إلا الجانب الأخلاقي، والعالم محتاج حقيقة في هذا الوقت وفي هذا العصر إلى تفعيل وتصريف هذا الجانب الأخلاقي. وبالمناسبة حتى القواعد الأصولية، حتى القواعد المقاصدية، حتى هذه القواعد الشرعية المرتبطة بالفهم والاستنباط أو التنزيل، كلها تهدف إلى تحقيق هذا الجانب الأخلاقي، لأن الشريعة عندنا هي بمثابة جسم واحد، لا يمكن أن يفصل ولا يمكن أن يتجزأ. فالجانب الأخلاقي حاضر وبقوة، وهو من أهم الأعمدة التي ينبغي أن يعتمد عليها العلماء والفقهاء والمجتهدون. والانفصال عن الأخلاق يعني الانطلاق وراء الأهواء ووراء الشهوات ووراء المصالح الذاتية والمادية والآنية دون أدنى تفكير فيما قد يصيب غيره من أضرار أو آفات. والقرآن الكريم أشار إلى هذا حينما قال: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، وفي قراءة تجارة عن تراض منكم، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. والسياقات هذه الآيات وهذه الأحكام وهذه التشريعات تبين قيمة الأخلاق والمثل في كل جانب من جوانب
المال. ولذلك حرم الإسلام المسكرات، وحرم التدخين، وحرم كل ما من شأنه أن يفسد هذه المعاملات. حتى ما هو مباح حرمه الإسلام، كلوا اشربوا ولا تسرفوا، إنه لا يحب المسرفين. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، الاحتكار، الغش، الخداع، التحايل، وما إلى ذلك من الأمور التي حرمها الإسلام، وكلها مرتبط بشروط المعاملات المالية وضوابط المالية. ومن هنا فإن هذا الجانب الأخلاقي يمكن أن يكون الأرضية الذي يجمع كل المعاملات المالية، ولذلك لا بد من مراعاته. ويقول صلى الله عليه وسلم في هذا المجال في جزء من جزئياته هذه الأشياء: من احتكر طعاما 40 ليلة فقد برئ من الله وبرئ منه، لا يحتكر إلا خاطئ، إلى غير ذلك من النصوص التي تبين ارتباط الأخلاق بالتعاملات وبالمعاملات بصفة عامة. الضابط السادس وهو أن نوازن، أن يوازن الفقهاء والمجتهدون في النوازن المالية بين ما هو ديني وبين ما هو دنيوي. مشكلتنا اليوم أننا لا نوازن، يمكن أن نغلب الجانب الأخروي على حساب الجانب الدنيوي، وغالبيتنا يغلب الجانب الدنيوي على الجانب الأخروي. والإسلام يدعو إلى أن نوازن بين ما هو دنيوي وبين ما هو أخروي. ومن ذلك ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع سعد بن أبي وقاص فيما أخرجه البخاري عن أبي رضي الله، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد به، فقلت: إني قد بلغ بي من الوجع وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنه، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. فقلت: بالشطر؟ فقال: لا. ثم قال: الثلث والثلث كبير أو كثير، إنك انتظر ورثتك أغنياء خير من أن تظرهم عالة يتكففون الناس، وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى ما تجعل في امرأتك. فقلت: يا رسول الله، فهذا الحديث أو هذا الجزء من الحديث يبين لنا كيف وازن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الإنفاق الذي فيه خير للمنفق المتصدق في الآخرة من حيث الأجر ومن حيث الثواب ومن حيث الجنة، وبين الضرر الذي يمكن أن يلحق بالأبناء إذا تركهم بلا مال يتعولون. فأرشده ونصحه بأن يتصدق بجزء وأن يترك جزءا آخر لأولاده. وهذه هي الموازنة بين ما يسمى بالمصلحة الدنيوية وبين المصلحة الأخروية. ومن هذا الباب أيضا ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صدقة إلا عن ظهر غنى. أي من يتصدق وهو محتاج، أو أهله محتاجون، أو يتصدق من عليه دين، فالدين أحق أن يقضى من الصدقة. ولذلك هنا أيضا موازنة بين المصالح الدنيوية وبين المصالح الأخروية. واهتداء بهذا الهدي النبوي مهم جدا للمجتهدين أن يراعوا هذا المعيار للتفاضل بين المصالح والمنافع المرتبطة بالدنيا والآخرة. الضابط السابع حينما يأتي الوقت يمكن للإخوان ينبهوني على الوقت من حيث الكتابة لأنني لا أسمع. المهم، الضابط السابع من ضوابط التي ينبغي أن تراعى في قضية الاجتهاد المقاصد المرتبط بالنوازل المالية: استحضار مبدأ المآلات أو مراعاة المآلات، لأن المآل هو يرتبط بفلسفة التشريع الإسلامي ويتحرك في إطار المصالح والمفاسد، وهي منطقة كما قال بعض من العلماء تتزاحم فيها الأولويات في مقام العمل بين مصلحتين أو مفسدتين أو مصلحة ومفسدة في وقت يعجز فيه الفرد والمجتمع على كسب المصلحتين في الحالة الأولى
أو دفع المفسدتين في الحالة الثانية، أو كسب المصلحة مع دفع المفسدة في الحالة الثانية. وتزاحم الأولويات هنا يجري في الأمور الشخصية كما يجري في الشؤون العامة، ولذلك فلا بد من تمحيص النص وتشخيص الواقع حتى يستجيب التنزيل للمقاصد الشرعية بكل أنواعها. وقد أقام الشاطبي رحمه الله الأدلة على اعتبار الشارع لهذا الأصل، وحصرها في أمور ثلاث: أن التكاليف مشروعة لمصالح العباد، أن المآلات مآلات الأعمال تكون معتبرة، والثالث الأدلة الشرعية والاستقراء التام. هذا وإن النص الشرعي جاء في قوله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام، وهذا مما فيه اعتبار المآل على الجملة كما يقول الإمام الشاطبي. هنا الإذن بالبيع نظرا لما يترتب عليه من المصالح، لأن الشارع لا يمكن أن يشرع أحكاما عبثية، وهذه المصلحة هي حاجة البائع إلى الثمن وحاجة المشتري إلى السلعة. فإذا باع شخص سلعة بعشرة إلى أجل ثم اشتراها قبل الأجل بخمسة نقدا، فإن مآل هذا البيع يحقق مفسدة هي الإقراض بالربا، ولم يحقق مصالح البيع. وفي هذا يقول الشاطبي رحمه الله: لأن المصالح التي لأجلها شرع البيع لم يوجد منها شيء، ولكن هذا بشرط أن يظهر لذلك قصد ويكثر في الناس بمقتضى العادة. وهذا وللمآل قواعد، من الذرائع والحية ومراعاة الخلاف وقاعدة الاستحسان. وأذكر نموذجا حتى اختصر واختم هذه الأرضية من الأمثلة التي يذكرها العلماء رحمهم الله: مسألة الحساب بالاطلاع، وهذا الحساب يسمى أيضا بالحساب الجاري. وهناك التورق الذي سبق وأن ذكرته جزءا منه، التعامل بنظام المارجن والتخفيضات في المعاملات المالية. الضابط الثامن مراعاة البعد الإنساني، لأن هذا البعد أيضا يراعى، لأن الأحكام الشرعية عندنا ليست مرتبطة فقط بالمسلمين، بل الجانب الآن المالي والجانب الاقتصادي مرتبط بالمسلمين وبغير المسلمين. ولذلك فإن المجتهد أو الفقيه وهو يتعامل مع النوازل المعاصرة لا بد وأن يأخذ بعين الاعتبار هذا البعد الإنساني المرتبط بواقع الأمة وبواقع الاقتصاد العالمي، وحتى بواقع المسلمين الذين يعيشون في بلاد الغرب، ثم إن التعاملات الآن جلها مع غير المسلمين، ولذلك لا بد من مراعاة هذا البعد. ففقه المعاوضات مرتبط بالإنسان بصفة عام، وحتى التبرعات وحتى العبادات الزكاة على رأي من يشرح المؤلفة قلوبهم بأنها نوع من أنواع غير المسلمين تعطى لهم الزكاة. ولذلك فهناك أحكام كثيرة مالية مرتبطة الصداق إذا مرتبط بغير المسلم، المحصنات المؤمنات يعني الكتابية. فلذلك لا بد من مراعاة هذا البعد الإنساني الذي يمكن أن يقوم على مبدأ الرحمة وعلى مبدأ المحبة وعلى مبدأ العدل وعلى مبدأ التيسير والتخفيف ورفع الحرج. ويمكن أن نذكر في هذا المجال ما يذكره الفقهاء عندنا في مسألة بيع المضطر. الضابط التاسع ما قبل الأخير وبه أختم إن شاء الله باختصار: نبذ التقليد والتعصب المذهبي والأخذ بالفقه الموسع. لا بد هنا من النبذ التقليد، والتقليد مهم في حالات، ولكن بالنسبة للمجتهد أو الفقيه وهو يتعامل مع النوازل المالية المعاصرة لا بد أن ينفتح على باقي المذاهب، على المذاهب الأربعة، اللي يمكن أن ينفتح حتى على المذاهب السبعة، ويمكن أن ينفتح ويأخذ حتى بالمذاهب ما يسمى بالفقه الموسع. فلا بد من أخذه، وهذا ما يلتجئ إليه الآن الفقهاء والمجتهدون. فحتى اللجنة العلمية عندنا في المغرب منفتحة في بعض الأحيان، بل تكون مضطرة للأخذ وللانفتاح على باقي
المذاهب. ولذلك من الأمثلة التي يذكرها العلماء مسألة أقلت المضاربة، ثم مسألة الربح، هامش الجدية، أمور كثيرة. على كل حال، لابد الوعد الآن الملزم ولا غير ملزم، كل هذه الأمور نحتاج فيها إلى أن ننفتح على باقي المذاهب، وإلا نتقوقع على مذهب واحد أو رأي واحد، ولا يمكن أن نصل في نهاية المطاف إلى أي نتيجة. أختم وأقول إن الضابط العاشر، وتلك عشرة كاملة، أن ندرك هذا الواقع المعقد، هذا الواقع المعيش، هذا الواقع لا بد من مراعاته واستحضاره، وهذا هو الذي يعتمد عليه ما يسمى الآن بفقه التنزيل. فقه التنزيل لا يمكن أن يكون صحيحا وسليما إلا إذا رعى مجموعة من القواعد، ومن بين هذه القواعد إدراك هذا الواقع، مراعاة أحوال الناس، ما يسمى الآن تحقيق المناط، وإن كان في الحقيقة تحقيق المناط مرادف للتنزيل، تحقيق المناط الأشخاص والأحوال، مراعاة الظروف المكانية، مراعاة الظروف الزمانية، مراعاة الأعراف والعادات، مراعاة أمور كثيرة جدا كلها يمكن أن تنضوي تحت هذا الضابط العاشر، وهو إدراك الواقع المعيش. هذه جملة من الضوابط يمكن أن يلاحظ عليها، وهي مجرد محاولة لجمع هذه الضوابط التي يمكن أن تكون بمثابة قواعد يعتمد عليها المتعامل مع المستجدات ومع النوازل المالية المعاصرة. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين.